رجل شهم ما فيهاش حاجة أبدا إن أنا أقوله تتجوزني. تبقى قاعد في امان الله، لا بيك ولا عليك. تلاقي تصرفات غريبه من ناس اغرب، تقاليع من مذيعين على الشاشات محدش يتوقعها. قال ايه كده يعني؟ بيوضحوا الفكره بتاعت الحلقه، لكن بيني وبينكو كده شكلهم بيدوروا على الترند. اصل لما تلاقي ياسمين عز لابسه الحجاب في فقرات برنامجها كلام الناس، ولا جابر القرموطي داخل بانبوبه غاز وهو بيتكلم عن ازمه عدم توفير انابيب الغاز، يبقى على الدنيا السلام. ده غير دعاء صلاح اللي اثارت الجدل بعد ما ظهر ببطن منفوخه لما ظهرت في حلقه من حلقات برنامجها وهي بتتكلم عن السنجل مازر. حتى المذيعه الراحله شيماء الجمل برضه اثارت الجدل بسبب ادعائها انها مش بتاخد هيروين، وقالت كمان ان اللي معاها على الهوا ده سكر. اما بسمه وهبه طلعت مره في برنامج وهي بتقطع علم اسرائيل في حلقه من حلقاتها، ومن كام ساعة تظهر المذيعة أمل كمال خلال تقديم واحدة من حلقاتها وهي بتناقش موضوع الزواج، وظهرت بفستان فرح. بس في تصرف غريب فاجئت به المذيعة أمل كمال جمهورها بإطلالتها دي، واللي أثارت الجدل بيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبررت كمان إنها فكرة بره الصندوق وكمان ماشية مع موضوع الحلقة. فكرك إن الموضوع عدى كده بالسهل؟ ابدا يا سيدي، ده الاعلاميه امال كمال اتصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث على جوجل بعد ما ظهرت على الهوا وهي لابسه فستان عروسه، وعينك ما تشوف الا النور. الكل بقى مستغرب وقاعد يتريق عليها. المذيعه المصريه امال كمال قالت لك انا عايزه اعمل حلقه عن ازمه الجواز في مصر وسبب ارتفاع معدلات الطلاق وكمان ارتفاع المهر، وازاي ده بيأثر على الشباب في انهم يفكروا اصلا في فكرة الجواز عموما، ومفيش انسب من اللي عملته. وقررت المذيعة انها تلبس فستان عروسة على الهوا لما كانت بتقدم البرنامج بتاعها، من باب يعني انه مناسب مع موضوع الحلقة اللي بتقدمه. ده غير انها قالت مفيهاش حاجة ان البنات تطلب ايد الشباب وتقول كمان انا عايزة اتجوزه، وقالت عايز نخرج بره الصندوق يا جماعه والعادات والتقاليد اللي مأخرانا. بمعنى تاني ما فيهاش اي حاجه لو ست مطلقه او ارمله، وانا عن نفسي لو لقيت راجل شهم ناضج عاقل هقول له اتجوزني. النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه هي اللي طلبت الزواج منه، والزواج زمان على ايام النبي وايام جدي وجدك كان ناجح جدا وما كانش فيه نسب طلاق خالص. النهارده بقى الطلاق ممكن بيحصل بعد 6 شهور من الجواز. ومش بس كده، دي المذيعة طلبت ان ليه ما نطبقش فكرة التجربة الماليزية في مصر، واللي بتكون عبارة عن ان بيتعمل كورسات للشباب عشان يعرفوا ازاي يبنوا ويحافظوا على العيلة وما يحصلش اي خلافات زوجية كتير. وامال كمال قالت انها بتشجع على تغيير النماذج التقليدية وبتشجع الستات والبنات ان يكون عندهم الحق في انهم ياخدوا قراراتهم. وعلى الرغم من جدية النقاش دي وموضوع الحلقة اللي قدمتها المذيعة أمال كمال، إلا إن إطلالتها الغريبة وغير المتوقعة أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واختلف معاها كتير من رواد السوشيال ميديا، ما بين مؤيد لفكرة إن الستات تعرض الجواز على الرجال عادي، وما بين اللي بينقد إطلالتها، وده اللي خلاها تحت الترند.